السلام عليكم حبيباتي صحاباتي خواتاتي المتابعات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم راح ندير لكم روتيني اليومي. درت الفطور راشا ما ناضتش، مازلت ما ناضتش، انا قلت ندير المقدمة ما بيزمت رود بون. راح نصب حليبي ونحكيو، راح ندير لكم روتيني كوم دابيتود، روتيني اليومي هذا بون. انا توجور ندير الحليب تاعي، نحط فيه القهوه ديريكتومون هكا، وهذا الطقم هذا طوندونس المره هذه، عادوا كل يديروا به. صافي لونطوم اللي شريناه، بصح قلت اليوم نشارككم معايا به. راح ندير لكم كوم دابيتود تنظيف و هكا حوايج، سيرتو تنظيف اللي قلت لكم لا فوا باسي ندير لكم تاع الاخرى الكويزينيير، نقول ندير لكم هذيك الخلطه السحريه كيما نعرف يعني. بزاف لي داروها وانا تسمى تاعي ما نباليش، لكن زيهم ولاها ليسونسييل. تسمى انا دوك نروح نفطر وكي نخلص نرجع لكم، نروح للكوزينه ونبداو الروتين تاعنا. هيا من بعد نولي لكم. هاني رجعت لكم بعد ما درت تنظيف هذا تاع الطابونه. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الاناقه، شوفوا النظافه، شوفوا النقاء. غسلتها قبيل، هي غسلتها الحق السمانه اللي عدات وتعاودت لها اليوم، خموس عليها ها من فات حتىها، تقول دوريجين، تقول هذا وين شريتها، ما فيه دهون ما فيه حتى حاجه، ها كي الذهب النحاس تاعها. تسمى التصوير برك اللي ما بانش في الصحة من غزاله. ليسونسييل بديت بهذه بالطابونه، شوفوا السيبور تاعها ثاني خموس عليه، الدنيا مسيقه. بون درك نولي لكم نعتلكم لكم لا كاتاستروف تاع الكويزينيير، وانا بالدم خليتها هكا باه ندير معاكم الروتين. وبعد ما غسلت لماعين، غسلت زوج باسينات، وحده كبيره وحده صغيره، وبلا الكانسترو هذاك تاع اللي يقطروا بيه. دونك نولي لكم. هاني رجعت لكم، هاي الكويزينيير تاعي من البارح، وانا هكا طيبت القهوه، طيبت هكا الماكله، طيبت هكا خليتها. شوفوا زي ما تنشافش. وانا درك رايحه ندير لكم ماشي تنظيف مع تاع هذا تاع الاخر تاع الالومنيوم، رايحه ندير لكم الكويزينيير بالذات. بعد ما هاني هاو كيف سموها، شوف كيف خليته، شوفوا هكا شوفوا كيف خليتها، كاتاستروف كارثيه. درت كلش يعني، درت كلش، نظفت كلش، خليت غير هذه باه قلت لكم ندير لكم الخلطه السحريه. بون كيما هذا المنظم هاني عدلته خمص عليه مغسول لباس عليه، ها حتى شوفي من الفوق اللوط هذا تاع 3 ايطاج بصح. وهذا تاني المنظم اونسيا منظم، انا حتى نحيه، انا قلت ليا مات هادو نحيه. هذا تاني تاع القجوره، شوفوا كيفاه مغسول، كيفاه باهي، ها شوفوا، ها شوفوا حطا، ها هادو غسلتهم الجهه هذه، و بيسك هذا راح نحيه، نجيب معاه نجيب فيه حاجه اخرى، وهذا نحيه منا ثاني، وحنجيب واحد اخر بالكاتيطاج ولا. ومن بعد هاني نولي لكم
الكارثه الكبرى. رايحه ندير معكم كيما هذا الكانون، اني ما نستعملوش خلاص، هو جديد ما نطيبش فيه بس قريب للتيو. كيما هادو التيوات ثاني غسلتهم جريتهم خموس عليهم، ها البلاصه هادي ثاني جريتها بالبيان. بقات لي الكويزينيير والسجاج تاعها، شوف الطرايش تاع الزيت المهم بعد ندير لكم نشارك معكم في هذا التنظيف. ولما نردهم وهكا نزيد ندير حوايج اخرين، رحنا ثاني عندي نروح لصال دو بان ثاني نغسل الطابيات اللي نحيتهم تاع الطابيات تاع الكوزينه تاع صال دو بان تاع اكرامكم الله، نغسلهم ونقطرهم ونرجع لكم باه ندير لكم روتيني تنظيف العميق تاع هادي او ميم طون لرمضان المعظم. رمضانكم كريم ان شاء الله، ربي يبلغنا رمضان ويجينا بالصحه والهنا ان شاء الله، تنحي علينا هذه الكارثه هذه اللي جاتنا هذه العوام. وانا ما حبيتش نعت لكم ثاني الحيط تاع الكوزينه، كون نعته لكم كاتاستروف اوس ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. مازلت ما درت لهاش التنظيف تاعها العميق، حتى نعود رايحة ندير التنظيف تاعها راني نشارككم يا لي فان تاعي بان نحي هادو الشيا اللي محطوطين في الحيط نطيشهم وندير حوايج اخرين ديكور واحد اخر ليسونسييل. ام بعد نولي لكم ما تبدلوش لاشين تاعي. A tout à l'heure. هاني وليت لكم دوك نبدا نحي لي هادو الحوامي ولا كيف سميو هادو لي غري هادو هكا حطهم فوق بعضاهم هكا صافي، ونحط ونديهم اللي بي باه نغسلوهم. تسمى ما لقيتش شكون يصورني دوك اشاك فوا نكوبي ونولي هانا نديهم اللي في ونولي لكم. هاني وليت لكم باش نحي هادو الكوانن هكذا، هادي هذا ثاني نحي هذا هكذا ونحيو هذا ثاني تاع الوسط ونحيو هذا. درك نديهم نحطهم في الماء سخون، وهذا ثاني معاهم ليش هذا ثاني مع الماء ونحي هذا البابي الومنيوم ونولي لكم. هاني وليت لكم بعد ما نحيتو، شوفوا زيماه من داخل ثاني ودخل فيه باش كنتنقب وانا شاك فوا نغسلو. شوفوا ها هو راني نحيتو وبعد نولي لكم نعطي لكم هذوك الكوانن في الماء السخون يغلي. هاني حطيتهم في الماء يغلي، الماء باش شوفوا يغلي ها هو. هاني عمرتو ها باك هذا عمرتو وقاعده نرطب فيه هادو بالسخون، لكن نغسلهم وندير لهم الخلطه السحريه ثاني اللي راح نديرها. درك نولي لكم ونعطي لكم كيفاه لي زانغريديون تاع هذه الخلطه. بون هاني وليت لكم جبت لي زانغريديون تاع هذه الخلطه السحريه. المهم هادو هو هذه هي الخلطه السحريه اللي نعرفها، كاينين حوايج اخرين الله غالب ما نعرفش. اللي هنا درت 3 مغارف تاع بيكربونات صوديوم هذاك صودا ولا بليش، ومغرفه كبيره ملح هادو نحطهم مع بعضها ها. وهذا الطاس حطيت فيه ربع طاس ماء سخون يغلي هكا، هذا بيكربونات والملح، وزوج شكاير خميره
كاميرا تاع الكاطو. شوف التفاعل كيف تفاعلوا زوج شكاير ها لي فيغ شيميك تاع الكاطو. هذه هي الخلطه السحريه. هاني درتها لك لويزا حبيبتي لويزا، قلت لي نستناو في الاخر في الخلطه السحريه تاعك يا حبيبتي. هاي الخلطه على المباشر لويزا نديره حياه. هاكم تمولي قلتوا لي عينكم ميزانكم ديروا الخل، قيس واحد الثلث مغارف الاربع مغارف تاع الخل. خل هذا الخل الاحمر ها، هذه هي الخلطه. بون هذه الخلطه نخليوها واحد 5 مينوت ونابليكيوها على السرفاس هذه تاع الوحده، نديروها بارتو في السجاج في وما يفسدش ما يفسدش هذا كما يقولوها لا لينوكس والسجاج و ما يتفاعلوش مع هذا الخلطه، كونترير يتفاعلوا مع هذو البقايا هذو تاع الماكله يتفاعلوا ليسونسييل. هانيا لويزا درت لكم الخلطه وها لي زانغريديون على المباشر ها. بون نديره حياه هاي هذه تاني الخلطه، هما اللي داروا لي التعاليق والاخرين تاني يستفيدوا الفان تاعي ولا المشاهدات بصفه عامه. ليسونسييل دوك نروح 5 مينوت ونرجع لكم باه نابليكيو هذا الخلطه. بون اني بديت ابري 5 مينوت ووليت لكم قاعده نابليكيها على هاد هاهي. شوف شوف على جال هادو البقايا باه كي نوليو ليها نلقاوها ان شاء الله كي نحكو بالخزم هذا، ولا كان ما تنحاوش مليح نديرو الخزم تاع السيلان. هذه هي ونابليكي ثاني فوق السجاج ها ها فوق السجاج ها ها بقايا الزيت هذاك الطرايش تاع الزيت ها. بون عندي فان تاعي نترككم درك وقت صلاة العصر او يدن ان شاء الله نروحو ان شاء الله يقبل علينا كامل ربي سبحانه العبادة واعمال والصالح اعمالنا ان شاء الله، ونفيدو ان شاء الله نفيدو الناس هاد الاعمال تاعنا ان شاء الله. بون هاو قاعد يدير العصر نروحو نعطيو حق ربي نقيمو الصلاة وبعد نرجع لكم. لو طون هذاك هو لي هادي الخلطة دير خدمتها ونرجع لكم. هاي بعد هاني وليت لكم بعد ما تفاعلت هادو الحايد لي زانغريديو هذا تفاعل شغل زيناه ها. ندير برك هكا ها ندير بهاد الخزن برك ها هذا الخزن هذا برك شوفو زين ولاو ولات تهبل كيما درتها على الكويزينيير كاملة. شوفو هذه البيوضة كي شاحت ها 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 شوف ها شوف شوفو زين ها شوف السجاج ها يتنحى ليه ليه هذاك الزيت مبقاش حار الشكا لتحت تحت الخزم هكذا ها. انا نروح درك نغسلها مليح نزيد نحك البلايص اللي ما حكيتهمش ونولي لكم للفيديو. هاني غسلتهم وشللتهم هادو الكوانن وراحت العينة شللتهم بالسطل. وهاو هادو تاني لي كغي هادو تاعها هادو تاني ها مشلين خالصين دوك زيد نعاود لهم تشليله خفافي برك هادو مشلين راهم يقطرو برك في الحرف تاع ليفي. شوفو دوك نروحو للكويزينيير. هاني جريتها كامل شوفو جريتها بالصابون حطيت صابون إيزيس فيسيل وزدت ضربت لها جرة كاملة. شوفوا زي ما شوفوا زي ما هي تبرق هذه ما شللتهاش برك شوفوا كيفاه تبرق.
ليسونسييل درك نشللها ومن بعد نعطيكم الشكل النهائي تاعها بعد. هذا هو الشكل النهائي تاع الكويزينيير. شوفوا تبرق، تقول عليها نجمه. شوفوا اني ما بحبيتش ندير البابي الومنيوم. شوفوا مرايا من فوق، ها المرايا تاعها ولا الكاو هذا تاعها، وزيدوا شوفوا مليح الكوانن وهادو لي غري تاعها، وشوفوا المفاتح زي ما هي برقو، وشوفوا منا في الجنب. انا ما حباش نعتها ما يبانوش رجليا، يجي البلوزه تبان. ها شوفوا اي مرايا منا تاع الفوق، شوفوا زي ما النجم الله يبارك. هاني نعت لك الخلطه السحريه يا لويزا حبيبتي. ادخلي للفيديو وشوفي ونادرة حياة حباباتي الزينونات. توجور ما ننساش منال ليندا. خموس عليكم سامية، خموس عليكم. ليسونسييل هذا هو الروتيني تاع اليوم، خفيف ظريف وفيه فايدة تاني. لي فان تاعي ولا المشاهدات اللي يدخلوا عندي، مرحبا بكم، جربوا الخلطة هذه السحرية. هذاك الكويزينير تاعكم اون ديغي هذا وين جبتيها من الحانوت. شوفوا شوفوا زي ما شوفوا شوفوا لهنا، شوفوا شوفوا مرايا. انا توجو غني مغطيتها بالواحد، ولكن ما الفن نغسلها عادي، تجي مليحه ماشي كامل للدرجه هذه. وشوفوا الكارو زي ما يبان يبرق، شوف الحرف تاعو. ها ها المهم هذا هو الروتين تاع اليوم يا لي فان تاعي المشاهدات. ما تنساونيش في اللايكات، ما تنساونيش في التعاليق، نحتاج التعاليق بزاف تاعكم. عندي بزاف ما درتوليش تعاليق يا لي فان تاعي الجدد. مرحبا بكم في القناه تاعي، ديروا لي الاشتراك وتفاعلوا يا لي فان تاعي، تفاعلوا ويا لي المشاهدات، تفاعلوا لي في فيديو مؤخرا تاع الكروشي وهذوك ما تفاعلتوش معاهم بزاف. والله مفيدين جدا. ديروا فضلا وليس امرا، تفاعلوا معاهم وديروا لي تعاليق وديروا هذيك اللايك الجميل تاعكم اللي مالفين ديروهولي. تسمى لي الضروره، ما عنباليش كاش ما عندكم مش تسمى عندكم ظروف عليها ما دخلتوليش. ليسونسييل ازربوا اسرعوا ودخلوا الفيديو تاعي. المهم هذا روتيني، ما نطولش عليكم ونقول لكم سلام.